نظم إطارات وأعضاء من المجلس الوطني وقفة احتجاجية أمام مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مطالبين أحمد أيحيى بالاستقالة الفورية من على رأس الأرندية. رسالة تاع كل المناضلين، سواء المناضلين الشرفاء تاع الحزب 48 ولاية تقريبا كاين التمثيل تاعهم، 500 مناضل ما تمثلش التجمع الوطني الديمقراطي، لكن هي عينة حبت تقدم رسالة لهذا الشخص اللي موجود داخل الحزب الغير مرغوب فيه النقص للشرعية، أنه وقته انتهى. كاين رسالة أنشئة من أجل التجمع الوطني الديمقراطي هي نابعة من أعماق الشعب الجزائري ومسايرة لتطلعات الشعب الجزائري وآماله، إلا أنه جاء هو كسر هذه التطلعات وخلى الحزب مطية ليه، خلى الحزب يخدم الا في شخصه لاغراضه الشخصيه. كل المناضلين اليوم ما كانش فرق بين المناضلين، سواء مناضلين تاع تمرس او تبسه او العاصمه او وهران، كل المناضلين اليوم قالوا كلمه واحده: ارحل يا او يحيى. بصفتي مناضل في التجمع الوطني الديمقراطي عن ولايه خنشله، اتينا اليوم الى مقر التجمع الوطني الديمقراطي الوطني من اجل هدف واحد وهو رحيل الامين العام للحزب. نقول لك يا او يحيى، حنايا نمثلوا الطلاب، انا طالب، نقول لك خلاص يونا مار، حنا حابين ان اعطونا فرصه للشباب، وقت الشباب يدي الفرصه تاعو، هذه هي الفرصه تاعنا باش حنا نكونوا في الواجهه. خلاص ديغاج، خلاص حنايا جينا باش نناضلوا في هذا الحزب. انا مانيش مناظر، انا طالب، انا ايتيديو، حاب اني ندخل كيما يقول لك ندخل عن تكون عندي فرصه في كيما يقول لك في ذا الحراك. حنا رانا حراك، وين تكون الحراك تاعنا؟ تكون في هذه الاحزاب، في هذه المنظمات. الرئيس في 2012 قالها خلاص يونا ما طابجني.